اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. كتير من الناس عم بمروا في أزمة، في ظروف صعبة جدا، ودايما الرسائل اللي بتتواصل والكلام اللي بسمعه انه وصلت الناس الى حالة تعب، والبعض وصل الى حالة اليأس الكامل، وكتير من الناس عم بتعبر عن هذا المرض، مرض الكورونا. شوي بنتهي بعاود بيرجع، الناس عايشة بحيرة وبارتباك، كتير ناس عم بتمر في مخاوف وقلق، بالذات في موضوع المدارس في هذه الأيام، موضوع الأشغال والأعمال، وكل شوي عم نسمع تسكير أو محاولات يعني اللي تحتوي هذا المرض، وكأنه هذا الوباء مش عم بروح من حياة الناس، مع أنه الكتاب بعلم يهرب قدامه الوباء. في حضور الله ما في وباء ممكن يستمر، لكن كتير مرات في ظروف الله بيسمح فيها مثل العواصف في حياتنا، لكن لا يدعنا أن نجرب فوق ما نستطيع. دائما عنده منفذ، ودائما عنده بركة، ودائما بحول كل الأمور للخير ولمنفعة الإنسان. طبعا العنوان اللي حطيته لهذه الحلقة سيأتي حتى ولو في الهزيع الرابع. والهزيع الرابع بالنسبة للساعات في أيام الرومان، في أيام المسيح، كانت تعتبر ساعات الصباح، يعني بعد الساعة 3 صباحا. وطبعا هاي الكلمات مأخوذة من حادثة، من معجزة أصلا، إنه كان في عاصفة على بحيرة طبرية، بحر الجليل، والتلاميذ حاولوا أن ينقذوا أنفسهم لكن تعبوا وخافوا جدا، وفجأة شافوا المسيح ماشي على الماء، ومكتوب إنه جاء في الهزيع الرابع. المسيح جاء حتى لما وصل الوضع كأنه ابتلعت كل الحكمة وفقدوا كل الإمكانيات. اليوم الناس عم بتمر في نفس الظروف، في نفس الأوضاع. هل في حل لهذا الموضوع؟ أنا بعتقد إنه إحنا كمؤمنين محتاجين نصلي، ولما نصلي إحنا بنأمر الوباء إنه ينتهي. طبعا للأسف يعني في كتير بلدان من هذا العالم يستخدم الوباء كعصا سياسي للتحكم والتسلط أيضا، لكن فعلا الناس تعبت والناس محتاجة لحل، وأي حل عم بيرضي الناس، مستعد تغامر، مستعد تجازف حتى تأخذ الفاكسين، لكن عاوزين حل. عاوز أشجع الناس إنه الرب ما تركنا، إلهنا حي، وحتى لو منمر في العواصف، حتى لو منمر في التجارب، الله معنا في وسط النار، معنا في وسط العاصفة، والله بيجي لحياتنا حتى في الهزيع الرابع، وبيجي في أسرع وسيلة ماشيا على الماء. وطبعا عنده القدرة، اللي دخل الجدران المغلقة يستطيع أن يأتي استجابة لدعائنا وصلواتنا. عاوز أشجع كل شخص، إلهك حي، إلهك موجود. كتير ناس عم بتعاني من هذا المرض، وكتير ناس فقدت أحباء على قلوبهم. إحنا شاعرين معكم، إحنا منصلي من أجلكم، الرب يتدخل ويمد يد الشفاء والمعونة لكل أسرة. وفعلا بصلي من كل قلب إن الله يفتح السماء لمعونة كل شخص ويسدد كل احتياج. ونعم منضم صوتنا لأصوات الآلاف من الناس، نقول كفى لهذا الوباء، ننتهره بل نسكته في اسم الرب يسوع المسيح. وخلينا نستمر بالصلاة، وخلينا نتحد بالصلاة، وإذا أنت عاوز كمان تتحد معنا في الصلاة شاركنا، ويعني قول أنا متحد معاكم
بالصلاة، وبصلي لأجل كل شخص تعبان من هذا المرض. تأكد إنه يسوع معانا، وهو اللي بيعطينا الراحة، هو اللي بيغمرنا بالسلام، وهو اللي بيملأنا بالفرح. وبصلي اليوم إنه يبعد كل انزعاج، كل اضطراب، كل قلق، كل مخاوف في حياتك، يغمرك بحضوره الكامل، حضوره الدائم والمستمر، حضوره في حياتك يبدد كل ظلمة، يهرب الوباء قدامك، وفعلا تنتعش وتكون مبارك في كل شيء. بصلي ان الرب يباركك، ومنصلي مع بعض انه هالأزمة تنتهي، لكن الفرصة اللي امامنا احنا نشجع الاخرين ونبارك الاخرين ونكون بلسم شفاء، وسيلة خلاص لكل من حولنا. شارك هذا التأمل والرب يكون معك.